كل حال نبدأ بقى ونقول صباح النصر والخير عن استحقاق فعلا مبروك لكل يعني الأهلاوية على تتويج فريق الطايرة زي ما حضراتكم تابعتوا امبارح للمرة. بنتكلم ال 15 مش المرة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة طبعا في تاريخ بطولته أو بطولة أفريقيا. خلينا نروح مع حضراتكم للأندية. طبعا شفنا امبارح يعني كانت مباراة رائعة جدا وقوية أمام الترجي التونسي، وكعادة جميع فرق الأهلي مفيش فريق أو في فريق زي ما بيتقال كده بيلعب على ملعبه أو خارجه، يعني مفيش فرق عندنا كالأهلي إن هو يلعب على ملعبه أو يلعب على خارجه. هو توج باللقب على حساب الترجي، وفي تونس كمان بنتكلم على أرضهم بثلاث أشواط مقابل شوط، كانت مباراة قوية جدا، أداء رائع جدا من كل اللعيبة ومن كل الفريق عندنا. مليون مبروك، ودايما زي ما بيتقال كده الأجهزة الفنية واللاعبين في كل الألعاب فعلا مفرحانا في كل مكان. وأنت بتتفرج يا كريم على كمان الروح العالية طبعاً للاعبين، إصرارهم في كل المباريات على يعني تحقيق هدف واحد هو فكرة التتويج باللقب. انا ما بكونش رايح ابدا في اي رياضه بمثل فيها النادي الاهلي ان انا عايز افوز وخلاص، او ان انا عايز احط سكور كويس وخلاص، لا انا عايز البطوله تكون بتاعتي، انا عايز المباراه تكون بتاعتي كمان اداء وسكور في نفس الوقت. فان شاء الله ده يحقق، لكن شخصيه النادي الاهلي زي ما بنقول دايما فرض نفسها حقيقي في كل لعبه وفي كل مكان، وشفنا ده زمان وشفنا ده دلوقتي، وان شاء الله الفتره اللي جايه كمان تحمل المزيد من الانتصارات. بس امبارح زي ما انت بتتكلم بطولتين في ساعتين صحيح، كانت حاجة فعلا محترمة. صحيح. طيب يعني احنا نفسنا في مرة نيجي نقول لكم حاجة مختلفة، بس ما فيش مفر من هذا الأمر. يعني لا جديد يذكر يا حضرات، النادي الأهلي بطلا لإفريقيا في الكرة الطايرة، وبإذن الله كمان نحتفل مع فريق كرة اليد النهاردة في نصف النهائي أبطال الكؤوس، وبعده إن شاء الله فريق كرة القدم هو متوج بالنجمة ال11 اللي كلنا بنحلم بيها. وزي ما بنقول دايما يعني الانتصارات دايما بتجيب انتصارات، والنادي الأهلي هو دايما نادي انتصارات ودايما نادي بطولات.